هقول ان هذه زي ما قال الدكتور ثالث حاله يتباطأ فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحه وضعنا في مشكله وياتي القضاء ليحلها. طلبنا بحل الحزب الوطني تباطأ الى ان حل هذه المساله مع المحكمه الاداريه العليا في 16/4/2011. تباطأ في استجابه لحل المجالس الشعبيه والمحليه فصدر في 28/6 حكم محكمه القضاء الاداري بالقاهره وحل هذه المساله. ايضا طلبنا بتفعيل قانون الغدر من اكثر من 5 شهور وعددنا مشروع بتعديله فيما يتعلق بمساله الاختصاص المحكمه وان ده يجي يحل هذه المشكله، ووعدوا وقالوا مره واثنين ويحددوا ميعاد وساعات هتصدر ولم يصدر. وبالتالي احنا الحقيقه هنا نقدر نقول امام حالتين. مجلس اعلى القوات المسلحه حتى الان خزل الثوره في اكثر من مطلع. والحقيقة وللتاريخ هيذكر أن القضاء المصري في مجلسه الدولة القضاء الإداري ينتصر للثورة وينتصر لهذا الشعب اللي عمل هذه الثورة.